السلام عليكم. واش عرفتوا علاش واحد المجموعه ديال التلامذ ما كيبغيوش القرايه؟ واحد المجموعه منهم ما كيبغيوش بزاف ديال المواد. شي واحد ما كيبغيش الرياضيات، شي واحد ما كيبغيش الفيزيك، شي واحد ما كيبغيش الفلسفه، شي واحد ما كيبغيش اللغه العربيه او الفرنسيه او الانجليزيه. وكاين واحد المجموعه ديال الناس ما كيحملوش نهار الاثنين في الصباح. واحد المجموعه من الناس ما عزيزاش عليهم بعض الاكلات او بعض الاماكن او حتى بعض الاشخاص. بغيت تعرفوا علاش؟ بقوا معايا. انا عادل عبادي، خبير في تطوير الاداء الانساني. اليوم غنعرفوا علاش مجموعه ديال الناس ما كيبغيوش بعض الاشياء، ومن ضمنهم التلامذ، علاش مجموعه منهم ما كيحملوش القرايه. هذا الامر هذا معروف في علم النفس بان الجهاز العصبي ديالنا او النظام العصبي فيه مجموعه من الروابط. هذا التلميذ هذا اللي ما كيبغيش واحد الماده او ما كيبغيش القرايه، كيتربط عنده في النظام العصبي ديالو واحد الحدث معين وقع ليه، اما في الدخول المدرسي او في حصه من الحصص اللي خلاته انه ما يبغيش هذيك الماده. اللي كيوقع بالضبط هو ان في هذيك اللحظه كتكون المشاعر ديالنا، الاحاسيس ديالنا في واحد المستوى معين، وحنا كنتعاملوا بواحد التعامل اللي هو سلبي. ونعطي مثال، يقدر مثلا هذاك التلميذ نهار الاول اللي مشى للمدرسه لقى واحد الوجه ديال واحد الاستاذ او واحد الحارس العام او واحد الانسان اللي كاين في المدرسه اللي تعامل معاه بواحد التعامل سيء، اما بنظره فيها احتقار او بوجه عبوس او انه نعتو بواحد النعت ماشي هو هذاك، فتربط عنده في النظام العصبي ان المدرسه فيها مجموعه ديال الامور اللي هي سلبيه. او ممكن يكون من الوالدين كذلك، انهم قبل ما يمشي الولد للمدرسه ربما خلعوه، ربما قالوا له ان المدرسه فيها الضرب، ان المدرسه فيها واحد مجموعه الاشياء اللي هي سلبيه، وبالتالي كيتربط هذا الامر مع الطفل او مع المراهق وكيبقى معاه طوال الموسم الدراسي، او ربما يمشي حتى لحياته الدراسيه كلها. لذلك خصنا قبل ما يتوجه الطفل او المراهق للمدرسه لابد اننا نربطوه بمجموعه ديال الروابط اللي هي ايجابيه. ان المدرسه هي واحد المكان ديال التعلم، المدرسه واحد المكان ديال اللعب، واحد المكان ديال الانشطه، واحد المكان ديال تفجير الطاقات اللي كاينه عنده، وهذا غيخليه انه يحب المدرسه. كذلك الاساتذه او الاداريين اللي يكونوا كيتعاملوا معاه، انهم يتعاملوا معاه بواحد النوع ديال الحب، واحد النوع ديال الاستقبال، واحد النوع ديال الاحتواء، باش ان هذا الطفل او هذا المراهق يجي للمدرسه ويبغيها ويحب المواد اللي كاينين فيها، ويكونوا على يقين ان بهذا غيكون عندنا رابط ايجابي اللي غيخلي انه يتميز ويحقق التفوق الدراسي. ونتمنوا للجميع التفوق الدراسي في نهايه كل موسم دراسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.